المنطقة العربية بتتغير من حوالينا. شايفين اللي بيحصل في السعودية، شايفين اللي بيحصل في العراق، شايفين اللي بيحصل في الجزائر. المنافسة شديدة، كله بيسعى النهاردة انه يغير. الناس بتشيل الركام وبتبدأ تعمل عملية تنمية حقيقية. ايه الموضوع؟ اهو نتكلم النهاردة في موضوع خطير محدش تناوله بالعمق الكافي، وخاصة ان كل برة كل هنا وهنا بيتناول حسب اغراضه. يعني ناس بتتكلم عن مشروع العراق تركيا نهاية لقناة السويس، ولماذا لم تحضر مصر هذا الاجتماع الذي حضرته عشرات الدول؟ نتكلم في اطار معركة الوعي بالكلام اللي هنقبر بيه ان شاء الله، خلاص، واللي هنسأل بيه امام الاجيال القادمة. خلاص الكلام طلع مش هيرجع، تمام. ايه الموضوع؟ اولا نتعرف على حكاية المشروع ده ايه وايه اهدافه وايه اللي بيحصل، وهل هو نهاية لقناة السويس ولا لا. نتعرف على المشروع باختصار شديد جدا، وجبة جميلة النهاردة، وجبة دسمة. ايه حكاية المشروع ده؟ المشروع ده ببساطة شديدة جدا مش وليد النهاردة ولا اجتماع الامس، هو من شهور اجتمع رئيس الوزراء العراقي السوداني مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، واتفقوا على احياء طريق بغداد برلين، وطريق قديم من ايام السلطان العثماني عبد الحميد الثاني. كان طرح هذا المشروع وبدأوا فيه وتوقف من اكتر من 100 سنة. فالمشروع ده كان قائم من زمان، وقالوا نبدأ نعمل طريق حرير جديد ونربط 25 دولة في آسيا من خلال العراق بتركيا ثم بأوروبا، وبالتالي هنوفر رحلة طويلة جدا، أما سواء طريق رأس الرجاء الصالح عبر أفريقيا والمحيط الأطلنطي وصولا لأوروبا، أو عبر المحيط الهندي والبحر الأحمر وقناة السويس وصولا لأوروبا. لا، إحنا هنختصر الطريق من خلال محور جديد سموه محور التنمية، أو طريق الجاف اللي هو بيمر من خلال بيبدأ من ميناء الفاو العراقي على الخليج العربي، مرورا